مشاهدينا مثل ما كنتم شايفين لمسات الديكور واضحة، وكان عندنا ماراثون يعني بخمس دقائق عملنا كل مزبوط. أو بالأحرى عملت ميسالون السامورائي مصممة الديكور كل هاي اللمسات، واللي عجبني انه ايضا التصميمات مع لون الثياب. جاتي هالشكل بالصدفة. صدفة او مخطط لها؟ لا والله صدفة. طيب قبل ما نحكي ونفوت بالاسئلة التقليدية، خليني اسمع منك كيف الواحد بيقدر يضيف هاي اللمسات بوقت ومال وجهد، يعني خليني اقول مختصر. شوفي كل شيء ست البيت تقدر تسويه بشغلات بسيطة، بشوية كوشن، بشوية اكسسوارات، تغير روح البيت كلها او روح القاعدة او روح الصالون. فهاي الشغلات انه بسيطة ما بيها شيء، يعني شايفة هسا احنا خلال خمس دقائق بس مجرد تحطين بالك اي كلر انت حابة تضيفيه، هل الكلر البني، هل الكلر البينك، وتجيبين كل مشتقاته وكل الاكسسوارز اللي تابعة له وتحطي وتشوفين تغيرت روح القاعدة كاملة. بالضبط. بس هي كل الطابع الكلاسيكي والشرقي يعني موجود بهي اللمسات، صح؟ مضبوط. ممكن تكون نفس اللمسات وبنفس البساطه ولكن تعطي المودرن ستايل او لا؟ هسه احنا الطابع اللي عندكم هو مودرن، بس هي اللمسات حسيت اعطته طابع شرقي، شايفه؟ هاي. فانت غيرتي هالشكل من المودرن للكلاسيك بشغلات كلش بسيطه وحلوه وفيري سمبل. طيب خلينا نعرف الناس عنك اكثر، يعني ميسالون السامورائي، كيف بتعرفي حالك؟ كيف بتقدمي حالك كمصممه داخليه، دراسه، هوايه، وكيف بلشتي؟ اوكي انا مش دراسه، انا دراستي توتالي ديفرنت، يعني غير دراستي كانت انا اداره فنادق توتالي ديفرنت، بس هاي المهنه مش انا اللي اختارتها، مو انا اللي اختارتها، هي اللي اختارتني. درجت بشغل الإدارة وبعديها شيوم صرت مديرة تسويق بشركة ديكور، كنت الوحيدة العربية بيها، فكان لازم أكون حلقة وصل بين المصممين وبين الزبون، فتعودت أنه أشوف الزباين، أقعد وياهم، أسولف وياهم شوية شوية، وصرت بالديكور دخلت بيه. طيب الهندسة أكيد يعني وتصميمات الديكور بتتطور مع الإنسان، مع حياتنا. عادة كيف بتبلشي بتصميماتك؟ كيف بتختاريها؟ أوكي، أول شيء الديكور أول وأخر يعتمد على الزبون، يعني الزبون شو يريد، شو اللي أنت مثلا تسوين بيتك، لازم أقعد وياك أشوف شو الأشياء اللي أنت حابتها، الكلاسيك، المودرن، الميكس، الكونتمبرري، everything. بس شنو؟ انه لازم اني انطيك انت اكو اسطوره بخيالك، هذا الخيال يتحول الى واقع. فدائما لما تحولين الخيال الى واقع هو هذا الديكور. هي خيال وهو هي نموذج حي. مضبوط، بس انه حتسوين ميكس بيناتهم، يعني عارفه شلون انه شوفي دخلنا الاصفر مع الازرق مع البيج مع ليتل بيت بنفسجي، ويا كل الشغلات سوينا لها ميكس طلعت صوره حلوه. ف يعني حسيت ميسالون مركزه على هاي القصص؟ هواي اركز على هاي الاشياء لانه هي تعطي روح اكثر شيء للديكور، واصلا هلا كثير موضه، يعني هي عم شوفها حتى بالثياب. ما بعرف ليه دخلوها، هي بالثياب حلوه بس بالديكور احلى. فكنتي عم تخبريني انه انا دائما وقت تصميماتي بعتمد كثير على ذوق الكلاينت او الزبون. أكيد. شو بده؟ لازم الزبون، لانه بالنهايه انت ما تعطين فكرتك، ما تعطين روحك، انت تعطين للزبون شو يريد، هو بيته، هو حر بمملكته، فهو عنده اشياء بس ما يعرف شلون ينسقها. الشغله الحلوه انه احنا ننسق هي نعطيها قبل حتى ما نبلش نسوي الديكورات، قبل ما نبدي بيها أشوف الستايل شلون راح يكون. وعادة الحمد لله كل ما أشوف أحد الديكور بيوافق عليه على طول. بدي أحكي عن نقطة، أنت كمصممة عراقية بتحاولي تحطي شيء التراث العراقي ضمن تصميماتك؟ والله هذه سؤال كلش حلو بصراحة، أحلى سؤال سألت بيه وما حد سأل إياه أبداً.
بالنسبة للتراث العراقي عالم واسع، بس لحد الآن ما شفت أحد سوى سواء بيت أو مطعم أو أوتيل اللي هو التراث العراقي، مع أنه إحنا تراثنا مليان. يعني عادة لما تروحين على مطعم، خلينا نأخذ على مستوى المطاعم، تروحين على مطعم سوري تلاقين الستايل السوري، لبناني الستايل لبناني، تروحين على المطعم العراقي ما تلاقين بي ستايل، اتس مجموعة ستايلات. فما شفت انه التراث العراقي كثير واضح بخليني اقول يعني بتفاصيله بالضبط. عندنا احنا مش بس التراث، شوفي احنا مش بس احنا ما في داعي احكي عن العراق، العراق اصلا ما ينحكي عليه، يعني اكبر من انه واحد يحكي عنه، بس إضافة إلى كل اللي الإمكانيات العراق في شغلة بها تراث لحد الآن ما استغل، يعني كديكور كأيفريثينج. يعني مثلا خلي أقول لك شغلة، إحنا لما شوفي هنا مثلا سووا الصحراء، خلوا العالم تيجي تشوف الصحراء، اعطوها الستايل الحضاري اللي هنا. احنا يراد نطيل ستايل الحضاري للعراق، عندك الحضر، عندك الشناشيل، عندك الاهوار، عندك هوايه اكثر اشياء. هذه لو احنا مجرد حتى بالبيوت، حتى بالاوتيلات، الاوتيلات ضروري تكون بهالستايل. حنحكي عنها اكثر ميسرون، ولكن عم نطلع هلا مجموعه من الصور. نعم خبريني عن هاي الصور، من تصميماتك؟ شوفي هذه الكلاسيك، الشغلات هاي من تصميماتي، وبعضها كان اللي هي ليتل بت تكون هي اوتيلات تنفذت. ففي شغلات اوتيلات طبعا نفذها، هذا الكلاسيك مش على طول بالاوتيل، الاوتيل يكون كونتمبرري، مش يعني ميكس بين الكلاسيك والمودرن. بس القصور اللي هي ال الديزاين الكلاسيك هاي كثير، او حتى البيوت دائما تروح على الكلاسيك. الشقق لا تكون بتوين، يعني يكون مودرن مع بيها لمسه كلاسيك تكون. وهكذا هاي المشاريع مختلف، في مكاتب، في عمارات، في هاي مثلا عماره صممناها، هاي المدخل مالتها، هذه تقريبا بال 2003 هذه فيلا، وطلبوا انه بالذات يكون سماوي وابيض، فدخلنا شويه بالذهبي طلعت رويال كلش حلوه. هذه كوفي شوب سويتها تقريبا السنه الماضيه، كمان ديزاين لابو ظبي، هذا نفس الشيء الجهه الثانيه من عنده. يعني في مختلف الصور. هذه واحدة من المعارض، احنا كنا نشارك بالاندكس، انا شاركت تقريبا 4 إلى 5 معارض بالاندكس. which is good. هذه فيلا بتعرفي ميسلون، عم شوف تصميماتك مختلفة تماما. يعني بالعادة لما بشوف اي مصمم فبتحسي دايما نوعا ما نفس التوقيع او اللمسة، بس انت عم شوف لا شيء مختلف تماما، لانه كل اذواق مختلفه جدا توتال. يعني الواحد اكو ناس ما يحبون كلش كلاسيك، اكو واحد ما يحب المودرن، اكو واحد يحب الالوان، حتى الالوان فيك المختلفه، في ناس تحب كثير الوان، في ناس ما تحب الوان كثير، فكل شخص الى بيته. خلينا نقول بس انت كيف ممكن توفقي هذا بوت، هذا يخت، واو ما بلي هذا يخت سويناه. هذه مسبح داخلي حلو. هذا سوينا قاعده من ضمن المسبح الداخلي، انه اغلب شيء هنا المسابح تكون داخليه بالبيوت، فسوينا ويا المسبح تكون قاعده شاي قهوه فطور، تطلع هاي الاشياء. تفضلي كمان رح اشوف اذا باقي شوي من الصور. هذا الكلاس الديزاين المغربي انا كثير بحبه جدا جدا، بس ان شاء الله بالمستقبل نسوي ديزاين العراقي ويصير لاين. بس قصدي هون عن جد كثير بحسه موجود بالاوتيلات. شوفي اكثر شيء هنا تحسين اللي هو الستايل السوري، المغربي، التركي، وعندك الستايل كمان الايراني ايضا، اللي هي اللي نقول عليها التايل الازرق مع الشغلات مثل الفسيفساء اللي هي اللي تكون التايل صغير، هذه كمان تدخل مع الاقواس. كمان هي الاقواس تنطيج، في اقواس اسلاميه، في اقواس سورية. بس بتذكرني بالتراث العراقي الاقواس.
شناشيل. احنا هذه اني حابه ان شاء الله. هذا ما يسالون في شيء. شوفي العراقي هو ميكست من الهالميكس اللي هو الـ 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 التركي مع السوري مع الايراني، طلع ميكس هو. شوفي صار له هويه مختلفه. فان شاء الله يعني اي دونت نو، يمكن على عمرنا يمكن على عمر اولادنا ما اعرف يعني. لا ان شاء الله على عمرنا. فنحاول نحيي هذا التراث. وجود اشخاص مثلكم ان شاء الله. بدي اسالك انه عاده انت كمصممه اكيد بعينك تفوتي بتلاقي في اخطاء مثلا بالتصميمات، شو ممكن تكون اكثر شيء واضح فيها اخطاء بنوقع فيها؟ الالوان، التناسق الالوان. مرات تستغربين اكو الوان بس تعودت ما احكي. ليه؟ لانه ما حلو تقولين لاحد انت اختاريت غلط، لانه صارف فلوس وحاطه كثير امور وبالاخر تقولي له لا هذا ما حلو. فبالنهايه اتس بيتر انه اوكي حلو. لو سالك قبل طبعا بتقول اكيد. يعني في كثير ناس صراحه يستشيرون، وهذا مجال ناويه اسوي استشارات ديكور بالمستقبل، بس استشارات مثل الدكاتره. اسوي استشارات ديكور لان هوايه ما تتخيلين الكم اللي يتصلون بيها. مجرد اروح هذا اللون مع هذا اللون ما تقدرين نقول لهم لا. فا اتس اوكي. فخليه بزنس. رح اسويه بزنس ان شاء الله. ببيوتنا والمرأة الشرقية عادة دائما بيميلوا للستايل الكلاسيك، خليني اقول. لأي مدى هالقصة مضبوطة؟ مضبوطة كثير. لأنه الكلاسيك هو الدفو. هو يعطيك الإحساس يعني ما تحسين انه انت بالاكسسوارات بالتصل تحسين بي وورم وبعدين ما تملين منه. يظل العمر كله تقدرين تقولين. بس المودرن بعد سنه سنتين حتكرهي، يعني انه مش ككلمه كره بس انه حتملين. تحسين حتى لو حطيتي مجرد كوشنات او شغلات بسيطه تنطيش روح ليها. فبالتالي ممكن نلجا لموضوع الميكس بين المودرن أكيد. والكلاسيك. اكيد وهذا ضروري جدا. يعني ماكو داعي واحد يشيل عفشه ويذبه ولا يشيل اثاث ويذبه، لا يزيد به شغلات بالسجاد حتى بالاثريات حتى بالاضاءه. تقدرين تنطين الاحساس الورم يعني بكل شيء، حتى ممكن تغيرين بس اللون. تحطين حتى وول بيبر نفس الشيء، بس مجرد تغييرات بسيطه. نتمنى على طول نستفيد من نصائحك، وان شاء الله حتكوني معنا بالحلقات إن شاء الله. المقبله كل فتره بتطلي علينا وبتعطينا هي النصائح ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا كثير لك ميسلون ساموراي مصممه الديكور. شكرا لك، الله يخليك. شكرا.